هكذا مستمعينا الكرام نستمر معكم هنا في تحديات هذه الانطلاقات الصباحية ضمن هذا المسار وضمن هذا الاندفاع. الشوط التاسع للجعدان هو المنطلق في هذه اللحظات لنبدأه في هذه اللحظات مع انطلاقة الذيب. الذيب على المركز الأول لعبد الله بن سالم بن علي بن عبده الشامسي من يقدم الذيب وصدارة الذيب المميزة. ثاني المراكز الرنان، على ثاني المراكز حمدان بن محمد بن راشد بن غدير على اجتبي، والمركز الثالث وتابع كفو لعلي بن نايع بن سالم بالشاوي على غفلي، بينما رابع المراكز انطلاقة شاهين لسعيد بن خلفان بن مبارك بن سرور على التبي، وخامس المراكز نتابع هذا التحدي وتابع انطلاقة وتواجد نفيس لأحمد بن سعيد بن منادة على التبي، سادس المراكز واللي تدخل واللي انطلق واللي عبر هناك انطلاقة صوغان لعبد الرحمن بن عبيد بن راشد الشحي، عودة هناك مع الانطلاقات في هذه اللحظات ومع تواجد منذر لراشد بن سعيد بن علي الزرعي في هذا الانطلاق. منذر في هذه اللحظات ثامن المراكز وتابع معالج لراشد بن علي بن خميس بن مرخان على التبي في ثامن المراكز، والمركز التاسع المركز التاسع يأتينا هنا في هذه اللحظات وتابع انطلاقة شومان لخالد بن عبد بن عبد الهادي بن فهد بن صوفان الأحبابي مع هذا التحدي ومع هذا الانطلاق. شومان هو القادم، عاشر المراكز نختمها مع الفارس 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 وهنا لسهيل بن الدحبة بن قنازل العامري في هذا التحدي. يا سلام يا سلام يا سلام، أسماء بإنجازاتها، أسماء بإنجازات تحضر اليوم هنا على أرضية ميدان الشعب ميدان اللبسة، أسماء بأرقام، أسماء بحضور دائم ومشاركات قوية، ولكن لنا عودة لأول المراكز، لنا عودة هناك مع انطلاقة الرنان، مع انطلاقة الرنان على المركز الأول حمدان بن محمد بن راشد بن غدير آل التبي في هذه اللحظات ومع هذا الانطلاق والرنان والرنان في هذا العرض. شاهين شاهين في مطالبات، شاهين شاهين في مطالبات هنا مع بوابة الكيلو الأخير. سعيد بن خلفان بن مبارك بن سرور آل التبي وصلوا وصلوا أصحاب الطلايب وصلوا في هذه اللحظات. الله ياهو هجوم، الله ياهو هجوم في هذا التوقيت. وتابع الفارس لسهيل بن دحبة بن قناصل العامري، وتابع أيضا هناك معالج لراشد بن علي بن خميس بن مرخان لستبي في هذه اللحظات. والمركز الخامس دخول من قبل الذيب لعبد الله بن سالم بن علي بن عبده الشامسي. هكذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى عرقوب بن علو، ملتقى الشجعان، ملتقى الشجعان، دائرة الحماس وإسعال النيران. الله الله، بسم الله وما شاء الله. الرنان 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 على المركز الأول حمدان بن محمد بن راشد بن غدير آل التبي، وتابع أيضا الفارس، لا كلام آخر الفارس، لا حضور آخر الفارس بن الدحبة سهيل سهيل بن الدحبة بن قناصل الحامري يولع الشوط يولع الشوط. الفارس 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 مع هذا العرض الكبير، مع هذا العرض المثير، بسم الله ما شاء الله. وشوف شوف 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 الشبابي 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 يا ابن تحب، الشبابي من وين يا الشبابي؟ يا سلام، تهانينا والناموس لحمد بن تحب اللي معه الدهماني. يا سلام، هذا من وين يا هذا من وين حضر؟ هذا ما شفناه الا في الامتار الاخيره. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله وتبارك الله. اذا تهنى